لكلمات يدور فيها في هذا المكان إلا لمصلحة كركوك فقط. الصلح لكلمة الأخوة، لكلمة المحبة، لكلمة السلام، لكلمة التعاون. في هذا المكان أن يكون دائما هو كلمة العشائر، كلمة أمامنا في سبيل أهلنا في كركوك، وإن شاء الله إحنا كمديرية شؤون عشائر دائما نتبع وإحنا خدم بيها. إحنا نخدم العشائر، نخدم الشعوب، نخدم العلاقات الموجودة ما بين العشائر. وإنما بسم الله الرحمن الرحيم. إننا اليوم إذ نجب وننجد بما يحصل لأبناء العشائر العربية في قضاء طوز من عمليات إجرامية تستهدفهم من أجل تحقيق أجندات خارجية لا تريد للقضاء الاستقرار. من أجل استقرار المنطقة وأمنها وحمايتها من أيدي العابثين يجب تحقيق مطالب أبناء العشائر العربية والتركمانية السنية، وهي كما يلي: كشف العصابات الإجرامية واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وكشف جميع الجرائم التي حصلت في المنطقة ومصير من تم خطفهم وهم معروفين للقاصي والداني والتسترون بهويات الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، تشكيل قوة من أبناء العشائر وتسليحهم من أجل تأمين المنطقة والناس من هجمات داعش والعصابات الإجرامية، والأجهزة الأمنية المختصة وقوات البيشمركة، وتعزيز الشرطة المحلية في المناطق واستبعاد كافة القوات المتواجدة في داخل القضاء.